بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثالث ثانوي، اليوم راح نكمل درس الأول في الفصل الخامس. راح نبدأ في درس الأول في الفصل الخامس، هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس، يمكن أن تحل ذرة الهيدروجين محل ذرة هيدروجين في بعض المركبات الهيدروكربونية، تحل ذرة الهالوجين محل ذرة هيدروجين. الأهداف: تتعرف المجموعات الوظيفية وتعطي أمثلة عليها، تقارن بين تراكيب هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل، تقوم درجات غليان الهاليدات العضوية. المجموعة الوظيفية: من المعروف أن ذرات الكربون في الهيدروكربونات ترتبط مع ذرات كربون أخرى أو مع ذرات هيدروجين. هذا ما تم دراسته في المرحلة ثاني ثانوي، ولكن يمكن لذرة الكربون أيضا أن تكون روابط تساهمية قوية مع عناصر أخرى، ومن أكثرها شيوعا أكثر عناصر شيوعا ممكن ذرات الكربون تكون معها روابط الأكسجين والنيتروجين والفلور والكلور والبروم واليود والكبريت والفوسفور. هذه العناصر يمكن لذرات الكربون أن تكون معها رابطة تساهمية قوية. توجد ذرات هذه العناصر في المواد العضوية بوصفها جزءا من المجموعة الوظيفية. ما معنى مجموعة وظيفية؟ المجموعات الوظيفية هي المركبات في المركبات العضوية، هي ذرة أو مجموعة من الذرات تكسب خواص مميزة وتتفاعل دائما بالطريقة نفسها. تكسب هذا المركب خواص مميزة تتفاعل دائما بالطريقة نفسها، فعند إضافة مجموعة وظيفية للمركب الهيدروكربوني ينتج دائما مواد لها خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن المركبات الأصلية. نوضح لك الشكل 1.5 اللي موجود في الأسفل الصفحة. هذا الشكل يوضح لك بعض المواد الصناعية أو الطبيعية. جميع هذه المركبات المواد الطبيعية أو الصناعية تحتوي على مجموعات وظيفية تكسبها خواص فريدة ومميزة. منها مثلا عندك الرائحة، المركبات العضوية تحتوي على أكثر من مجموعة وظيفية تمثل الرمز ROR، سلسلة أو حلقة من الكربون مرتبطة مع مجموعة وظيفية. نلاحظ أن جميع هذه المواد تحتوي على نوع واحد على الأقل من المجموعات الوظيفية التي سندرسها في هذا الفصل. فعلى سبيل المثال عندك الفواكه والأزهار لها رائحة مميزة، ويعزى ذلك إلى وجود جزيئات الإستر في هذه المواد. طيب، أمثلة المجموعات الوظيفية، أو ما هي المجموعات الوظيفية؟ من أمثلة المجموعات الوظيفية مقسمة لديك في الجدول. نلاحظ معنا المجموعات الوظيفية: هاليدات الألكيل وهي عبارة عن الهالوجينات ترتبط مع ذرة الكربون، والهالوجينات هي فلور وكلور وبروم ويود صيغته العامة، والمجموعة الوظيفية اسمها هالوجين. هاليدات الأريل اللي هي الهالوجينات عندما ترتبط بالحلقات أو المركبات الأروماتية وصيغة المجموعة الوظيفية هالوجين. الكحولات صيغتها العامة R مرتبطة مع OH، حيث أن R هي ذرات كربون مرتبطة مع OH كمجموعة وظيفية، وتسمى هذه المجموعة بالهيدروكسيل، مجموعة الهيدروكسيل. الإيثرات ROR ومجموعة تسمى بالإيثر، كربون مرتبط مع أكسجين وبعدين مرتبطة بكربون. الأمينات R مرتبطة مع ال NH2 الأمين. الألدهيدات C رابطة ثنائية مع ال O وطرف هيدروجين وطرف R، وتسمى هذه المجموعة بمجموعة الكربونيل. أيضا الكيتونات C رابطة ثنائية O، إلا الفرق أن الكيتونات راح يكون طرفين R، الألدهيدات الطرفين طرف هيدروجين وطرف R، الكيتونات لا، طرف R وطرف R اللي هو كربون وكربون، تسمى مجموعة الكربونيل. الأحماض الكربوكسيلية C رابطة ثنائية OH، رابطة ثنائية مع ال O مرتبطة مع ال OH وطرف R تسمى كربوكسيل. الإسترات راح تكون C رابطة ثنائية O وطرف ال O بدل الهيدروجين راح يكون R والطرف الآخر راح يكون R. الأميدات مجموعة الأميد NH حيث C رابطة ثنائية
ترتبط مع الان والاتش ويسمى بالامين. المركبات العضوية التي تحتوي على الهالوجينات، الهالوجينات هي أبسط المجموعات الوظيفية التي تفكر فيها على أنها مجموعة وظيفية مرتبطة مع الهيدروكربونات، فإذا حلت ذرة هالوجين محل ذرة هيدروجين من الألكان نتج هاليد الألكيل، وهاليد الألكيل هو مركب عضوي يحتوي على ذرة هالوجين أو أكثر مرتبطة بروابط تساهمية مع ذرات الكربون الأليفاتية. توجد الهالوجينات الأربعة الفلور والكلور والبروم واليود في العديد من المركبات العضوية، على سبيل المثال عندك الكلوروميثان هو هاليد ألكيل يتكون عندما تحل ذرة كلور محل ذرة هيدروجين محل ذرة من ذرات الهيدروجين الأربعة، وهذا الشكل يكون كلوروميثان. يستعمل هاليد الألكيل كلوروميثان في صناعة المواد اللاصقة المعروفة تجاريا بالسيليكون لتثبيت الأبواب والنوافذ. هاليدات الأليل هي مركبات عضوية تتكون من هالوجين مرتبط مع حلقة بنزين أو مجموعة أروماتية نسميها هاليدات الأليل. تكتب الصيغة البنائية لهاليدات الأليل برسم المركب الأروماتي أولا، ثم استبدال ذرة الهيدروجين بذرات هالوجين. فبشكل عام تستعمل هاليدات الألكيل على نطاق واسع في المبردات وأنظمة التكييف على شكل كلورو فلورو كربونات، وقد بقيت كذلك حتى أواخر الثمانينات. ومعلوم أن كبريت الكلورو فلورو كربون يؤثر في طبقة الأوزون، وقد استبدل الفلورو فلورو كربون بالهيدرو فلورو كربون، استبدل الهيدرو فلورو كربون تحتوي على فقط على ذرة هيدروجين وفلور مرتبطة مع الكربون. ومن أكثر مركباته شيوعا هي واحد واحد اثنين ثلاثي فلورو إيثان، أكثر مركبات شيوعا. هذا بالنسبة لهاليدات الأليل. نأتي إلى طريقة تسمية هاليدات الألكيل. تسمى المركبات العضوية التي تحتوي مجموعات وظيفية وفق نظام الأيوبات اعتمادا على السلسلة الرئيسية للألكان. أما هاليدات الألكيل فيدل المقطع الأول من اسم الهالوجين مع إضافة حرف واو في نهاية الاسم، لذا يكون المقطع فلورو كلورو برومو أيودو. في حالة وجود أكثر من ذرة هالوجين في الجزيء نفسه تترتب الأسماء أبجديا بحسب ترتيب الأحرف الإنجليزية، ويجب تلقيم السلسلة بحيث يعطي أقل رقم لموقع الذرة المرتبطة بذرة الهالوجين بحسب الترتيب الأبجدي. لاحظ طريقة تسمية الهالوجينات في هذا المركب، رقم من اليسار لليمين لأنه أقرب للتفرعات، مجموعة بروم ومجموعة فلور ومجموعة كلور، بيصير الاسم واحد برومو أبجديا، ثلاثة كلورو، اثنين فلورو بيوتان. أما بالنسبة لحلقات البنزين راح ترقم هذه الحلقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فعند رقم واحد ورقم خمسة يود، وعند رقم ثلاثة بروم، فيصير واحد، أو لو بدأنا الترقيم من البروم فيصير واحد برومو ثلاثة وخمسة ثنائي أيود وبنزين. وهذه طريقة التسمية. وممكن إذا كان بس تفرع واحد أقول فلورو بنزين لأن حلقات بنزين. هذه بالنسبة لطريقة تسمية هاليدات الألكيل. خواص استعمالات هاليدات الألكيل. نلاحظ في الجدول اللي موجود أمامك لو قارنا بين هاليدات الألكيل والألكانات المقابلة بالنسبة لدرجات الغليان درجات والكثافة، نلاحظ أن درجات غليان وكثافة كل من كلوريد الألكيل أعلى من درجة غليان وكثافة الألكان الذي يحتوي على عدد ذرات الكربون نفسها. ونلاحظ أين درجة غليان وكثافة تزداد عند الانتقال عبر الهالوجينات من أعلى إلى أسفل. إذا درجة غليان وكثافة هاليد الألكيل أعلى من درجة غليان الألكان نفسها، ودرجة غليان والكثافة الهالوجينات تزداد من أعلى إلى أسفل من الفلور إلى اليود. والسبب في ذلك أنه عند الانتقال من الفلور إلى اليود تزداد عدد الإلكترونات الخارجية البعيدة عن النواة، تزداد عدد الإلكترونات الخارجية البعيدة عن النواة. هذا السبب في أنه
تزداد الكثافة درجة غليان من أعلى إلى أسفل، وتميل هذه الإلكترونات إلى تغيير مكانها بسهولة. ونتيجة لذلك يزداد ميل هاليدات الألكيل لتكوين مركبات ثنائية القطب مؤقتة، ولأن الأقطاب تتجاذب معا تزداد الطاقة اللازمة لفصل الجزيئات عن بعضها البعض، وبذلك تزداد درجة غليان هاليدات الألكيل بازدياد حجم ذرات الهالوجين. هذا بالنسبة للخواص الهاليدات. استعمالات الهاليدات، على الرغم من أن هرمون الغدة الدرقية في الإنسان يحتوي على يوديد عضوي، إلا أنه من النادر أن يتم العثور على هاليد عضوي في الطبيعة. أن درجات الهالوجينات أو ذرات الهالوجينات التي ترتبط بذرات الكربون تكون أكثر نشاطاً من ذرة الهيدروجين المستبدلة، ولهذا السبب فكثير ما تستعمل هاليدات الألكيل كمواد أولية في الصناعات الكيميائية بوصفها مذيبات ومواد تنظيف، والسبب لأنها تذيب الجزيئات الغير قطبية بسهولة، منها الدهون والزيوت. وأيضا من التطبيقات عندك رباعي فلور بولي إيثيلين، إذ يتم تصنيع هذا النوع من البلاستيك مع غاز رابع فلوريد الإيثيلين، ويمكن تسخين البلاستيك وتشكيله عندما يكون لينا. هناك بلاستيك آخر شائع يسمى الفينيل، وهو كلوريد البولي فينيل، الذي يمكن صناعته في صورة لينة أو صلبة، ويمكن تشكيله على شكل صفائح أو نماذج للألعاب. هذا بالنسبة لاستعمالات هاليدات الألكيل. نأتي لتفاعلات هاليدات الألكيل، تفاعلات الاستبدال. هناك ثلاث أنواع من تفاعلات الاستبدال. تفاعلات استبدال عامة لتكوين هاليد الألكيل، تفاعلات تكوين الكحولات، وتفاعلات تكوين الأمينات. تفاعلات الاستبدال تسمى هلجنة إضافة هالوجين لتكوين هاليد الألكيل. فعند إضافة الهالوجين، مثلا عندك إيثان يتفاعل مع هالوجين، فيتم استبدال إحدى ذرات الهيدروجين ويتحل محلها ذرة هالوجين، يصبح الناتج عندي هاليد الألكيل اللي هو كلورو إيثان زائد ذرة الكلور اللي كانت متبقية، يعني عبارة عن ذرتين كلور، إحداهم تفاعلت والأخرى خرجت مع الهيدروجين. هذا بالنسبة للتفاعل الأول. ما معنى تفاعلات استبدال؟ هي تفاعلات تحل ذرة أو مجموعة ذرية محل ذرة أو مجموعة ذرية أخرى في المركب. في حالة الألكانات يمكن استبدال ذرة الهالوجين مثل الكلور أو البروم محل ذرة الهيدروجين في عملية تسمى بالهلجنة، هذا ما يسمى بالهلجنة، إضافة هالوجين محل ذرة هيدروجين. أيضا تفاعلات تكوين الكحولات، مثلا إذا كان عندي كحول يتفاعل مع مجموعة هيدروكسيل، راح يتم استبدال الهالوجين بالهيدروكسيل، ويخرج الهالوجين على شكل أيون، يتفاعل الهيدروكسيل مع المركب ويعطيني إيثانول كحول. هاليد الألكيل يتحول إلى كحول عن طريق تفاعل استبدال الهيدروكسيل. أيضا تفاعلات تكوين الأمينات، ممكن أن تفاعل برومو أوكتان هاليد الألكيل مع مركب أمين اللي هو NH3، فيتم استبدال استخراج البروم وإضافة مكانه ال NH، يطلع الناتج مركب أوكتيل أمين زائد HBr المادة الناتجة. هاي تفاعلات الاستبدال في هاليدات الألكيل. هناك تفاعل استبدال أخرى، اللي هي عندما تتم هلجنة الألكانات يصبح هاليد الألكيل الناتج قابل للدخول في تفاعل استبدال آخر، حيث تحل ذرة أو مجموعة من الذرات محل ذرة هالوجين. فعلى سبيل المثال يتفاعل هاليد الألكيل في المحاليل القاعدية، حيث تحل مجموعة الهيدروكسيل محل ذرة الهالوجين لينتج الكحول كما ذكرنا. أيضا ممكن أن يتفاعل هاليد الألكيل مع الأمونيا ويعطيني مركب الألكيل أمين وهالوجين الهيدروجين. كذا انتهينا من هاليدات الألكيل، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.